بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو رقم 2. اكتب بقى في الأول يا باشا تحت رقم 9 اكتب لي 21 وهات لي صفحة 21 في كتاب المتحف، تمام؟ من فوق بقى صفحة 21 من فوق، تمام؟ طيب دلوقتي دي الجار بتاع اللانج مع التراكية، تمام؟ مبدئيا انت لا احنا عايزين لانج ولا احنا عايزين تراكية، احنا عايزين البلورة ان شاء الله، لأن الجار ده بتاع البلورزي، تمام يا باشا؟ مبدئيا الجار ده اسمه ايه؟ الجار ده اسمه كلوزد تراكية with two lungs، يبقى لان في تراكيه وفي اتنين، اسف الصوره مش شغاله اصلا. ايه هو ده؟ تراكيه مع اتنين لانجز. مبدئيا يا اولاد بصوا، في بس حاجه صغيره كده اقولها لك. اول ما تسمع كلمه لانج في اي جار هتكتب كلمتين، هتكتب انثراكوزيس وهتكتب حاجه كمان بس مش فاكرها بصراحه. بكلمك بجد والله يعني، بس هي حاليا الكلمه اللي هنستخدمها انثراكوزيس، تمام؟ طيب وبلورزي، اسف هي دي الكلمه الثانيه، يعني حتى لو هي اصلا مش جار بلورزي، لو هو ده جار البلورزي، تمام؟ اي حاجه فيها لانج هتكتب بلورزي وانثراكوزس. بلورزي اللي هو التهاب في البلوره، انثراكوزس ده اللي هو النقطه السمراء اللي كانت في الفيولاي، لان اصلا لانج سمراء قدام حضرتك اهي، تمام كده؟ بس دي بس حاجه صغيره قبل ما نشرح يعني. طيب الجار ده اعرفه منين؟ والله زي ما انت شايف قدام حضرتك كده، هو تراكيه مع اتنين لانج، هو ده البلورزي، يعني مش محتاج تسكيم اكتر من كده، تمام؟ طيب وصفحه رقم 21. دلوقتي فاضل اخر حاجه نقولها، اللي هو الكومنت بتاعك بتكتب ازاي؟ مبدئيا ده بلورزي، يعني احنا هنتكلم عن البلوره بس. وطيب بما ان هو بلورزي يعني التهاب، وزي ما انت فاكر ان اي حاجه فيها التهاب دايما بنقول كده ثلاث كلمات بالظبط كده، فايبرس او فايبرانس يعني ثريدز، ثيك واوبيك، تمام كده؟ هتقول بقى ان الكفرنج البلوره ديت ثيك واوبيك، ده رقم واحد. رقم اثنين هتقول ان هي عليها، بس هنا الفايبرس ده واخد شكل خطوط، يعني المفروض ان هي دي، تمام؟ وهنا برضو ثريدز، ثريد وثريد يعني عباره عن خيوط كده، تمام؟ هتقول ان هنا في كفرد باي، بس هنا الستريس ديت يعني مش عارف متوسخه ليه، بس هي ديرتي يلو، ديرتي يلو فايبرنس ثريدز، تمام؟ ديرتي يلو فايبرنس ثريدز، بس هو ده كده. بتقول طبعا بقى ان اللانج شوز ايه؟ انثراكوز، لان ده الكلمه على طول اللي احنا ما ننساش يعني. اخر حاجه بقى الدايجنوسيس بتاعك، هتقول ان ده بليرزي اوف ذا لانج مع انثراكوز، بس كده. معلش اسف، بس فاضل كام ثانيه كده اتفرج على بقى يعني كام تصويره كده. دي برضو ايه بالظبط كده؟ لانج مع انثراكوزس، دي برضو بتاع بلورزي بس من ورا، بلورزي تصويرة تانية، ده ايه بلورزي؟ لا دي حاجة تانية، ديت ابندكس، دي بلورزي، 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 تراكية مع اتنين لانج بلورزي، تمام؟ بس كده.